من البيوع المحرمة في الإسلام بيع المضطر، إن البائع يضطر لبيع شيء من متاعه لسداد دين أو الخروج من ضائقة، فالشاري يبخس ثمن هذا المتاع ويشتريه بثمن أقل من سعره الحقيقي، وده طبعا استغلالا للحجم. ليه بقى ده حرام؟ لأن الأصل في عملية البيع هو التراضي، وذلك لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وطبعا جوزك الله يرحمه لو كان مش مديون لأخوه ما كانش هيضطر إنه يمضيله المبايعة الأرض بالتمن ده. والرسول عليها أفضل الصلاة والسلام نهى عن بيع المضطرين وبيع الغرر وبيع التمرة قبل أن تدرك. أيوة يا سيدنا الشيخ، بس أنا مش جاي أسأل حضرتك عشان أعرف البيعة دي حلال ولا حرام، يعني الكلام ده حضرتك ممكن تقوله لعم الأولاد لو جي يسألك الفلوس اللي هتطلع له من البيعة دي حلال ولا حرام. حرام يا حاجة، لأنه كان عارف في قرارة نفسه إن أخوه باع مضطر. ما اختلفناش، بس القاضي لما بص للموضوع ده كله وقفوا على كلمة تطلع مني أنا، هل أنا مضيت على المبايعة دي كشاهد ولا ما مضيتش؟ ينفع أقول ما مضيتش وما تبقاش شهادة زور ربنا يحسبني عليها؟ ده قضاء مدني يا حاجة، يعني بني أدمين بيحطوا قوانين، يعني كلام ما يلزمناش، احنا اللي يهمنا كلام ربنا سبحانه وتعالى، الحلال من الحرام هو ده اللي يهمنا وخلاص. من البيوع المحرمة بيع المكره وبيع الهازل وبيع التلجأة وبيع المجنون وبيع المضطر يا حاجة. أنا حاسة إن احنا عمالين نلف وندور وبرضه ما وصلناش لحاجة. معلش أنا هسأل حضرتك السؤال مرة تانية وعايزة إجابة بسيطة كده بآه أو لأ، هل عشان أنا عارفة إن البيعة دي حرام ده يشفع لي إن أنا أنكر إمضتي واشهد زور بعد ما احلف اليمين قدام القاضي؟ آه ولا لأ؟ ما ترد عليها يا شيخ. هل في الشرع حالة تسمح للواحد أو تبرر له إنه يشهد زور؟ خلاص يا مولانا كتر خير حضرتك الإجابة وصلت. راح فين بس يا حاجة؟ استني يا حاجة. معلش يا بنتي حقك عليا، تعبتك معايا وجبتك معايا لحد هنا. جرى ايه يا شيخنا؟ بقى هو ده اللي اتفقنا عليه؟ انا اتفقت معاكي ان اقنعها ان البيع حرام وهي فعلا فيها شبهه حرام. طب وانا طلبت منك ايه غير كده؟ ما انا قلت لك تعرفها الحلال من الحرام. انما افتلها انها تشهد زور دي مش ممكن تحصل ابدا. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كنت بتقولي انت وجوزك جوا يا حنين؟ خليكي في حالك يا منير. حاضر. ايه حاجة؟ اتفضلي يا حاجة. اتفضلي يا حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. عاملك القهوة بتاعتك اهي يا ماما. كتر خيرك يا بنتي، انا جاي اقول لكم الكلمتين اللي انتم مستنيينهم مني. أنا عارفة ومصدقة إن الأرض دي حقنا، ولما قعدت مع سيدنا الشيخ أكد لي الكلام ده، وأكد لي كمان إن البيعة دي ما ترضيش ربنا، وإنه حرام على عمكم وولاده أي مليم هياخدوه من الأرض لو القاضي حكم لهم. يعني أنا عارفة ومصدقة الكلام ده كله. الله، طب ما إيه الحلاوة دي؟ أمال إحنا كنا فاكرين إيه؟ ده ما فيش أحسن من كده. لا طب ليه يا ماما كنت موصله لنا ان انت ضدنا وانك هتضيع علينا الفلوس والارض وتضيعينا كلنا؟ ليه يا ماما ليه؟ اصل القاضي يا ابني لما بص للقضيه حطينا انا في اكبر امتحان، وقف على كلمه تطلع من بقى، يعني هيجيب المبايعه كده ويوريها لي ويشاور لي على امضتي ويقول لي امضتك دي يا صفيه ولا لا؟ قول لي يا حاج خالد، ياللي كان كتفك في كتفي في الحرم، ياللي انت جاي وتعب نفسك عشان حق ولادي، ولا كان ليك غرض ولا كنت عايز حاجه ولا طمعان؟
الحمد لله يا حاجه نظيفه والحمد لله. ايوه انا بقى لما انكر الامضه دي تبقى شهاده زور ولا ما تبقاش؟ ماما ماما يا حبيبتي، لو انت ما انكرتيش الامضه دي يبقى بتدي ناس حق مش حقهم، لان حضرتك عارفه كويس قوي ان الارض دي بتاعتنا احنا، حقنا احنا. ده غير بقى ست الكل ان انت لا مؤاخذه يعني بتضيع حق عيالك. طب انا عايز اسالك سؤال، انهي فيهم ذنبه اكبر؟ انك تنكري ان الامضه دي امضتك والحق يروح لاصحابه، ولا تعترفي ان الامضه دي امضتك والارض تروح لناس ما تستحقهاش؟ انهي فيهم بقى ست الكل ذنبه اكبر؟ خلاص يا ابني تبقى محلول، انا هروح للقاضي واقول له الكلام ده. ايوه هقول له صحيح دي امضتي، بس حسن وولاده ضلاليه عايزين ياخدوا حقنا بورقه الشرع بيقول انها عقد باطل. ايوه هقول له ان دي صحيح امضتي، بس جوزي عمره ما كان عايز يبيع، ده كتبها كده يا حبيبي من كسوفه عشان يعني الدين اللي كان عليه. لا الكلام ده لا مؤاخذه ما اتقالش في المحكمه، انت لو قلت الكلمتين دول تبقى خلاص كده قفلتيها، مات الكلام. وفي نفس الجلسه الفلوس كلها لا مؤاخذه هتروح لابن الكلب اللي اسمه ايهاب ده. هو في ايه؟ هو شويه زعق لامي وبعدين تقول على ابن عمي ابن كلب؟ لا اوعاك اوعاك تعيب في حد من عيلتي، فاهم ولا لا يا خالد؟ والنبي اسكت يا منير الله يخليك، عشان ايهاب ده ابن 60 كلب. كده برضو ده من اهلك، اهلك لا تهلك. اسكت يا منير اسكتي لو سمحتي. اوعى كده يا عمر. صحيح يا ماما، ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ هو حضرتك متصوره انك انت لما تروحي للقاضي وتقولي له الكلمتين دولت فالقاضي هتصعبي عليه ويقوم منزل دمعتين ومقطع الورقه ويقول لنا خدوا فلوسكم يا اولاد وبوسه مني كمان؟ ما انا هقول له كلام الشرع يا ابني. يا ماما يا ماما يا حبيبتي، القاضي بيحكم بالقانون مش بفتاوى الشرع، القاضي بيحكم بالقانون وبس، هو القانون اللي بيفصل. جنان اللي احنا فيه ده جنان، شرع ايه وقانون ايه اللي هتضيعي عشان الملايين دي كلها؟ اخبار اسود، كل ده عشان ايه؟ كلمه هتهدي الدنيا عشان كلمه؟ ولادك يبصوا لك ازاي؟ ده لو حتى حد بيجاريكي بكلمه مش هينسالك. يوسف ولا حتى منيره لو ضاعت فلوسهم هيعاملوكي عادي كده؟ وفاء والنبي خليكي في حالك ماشي؟ مالكيش دعوه بيا ولا باي حد، ويا ريت كل اللي هنا كل واحد يخليه في حاله وبس ماشي؟ اسكت انت، انت عيل ما تفهمش. انت فكرك ايه؟ المحكمة هتحكم الأسبوع ده، يوم الجمعة هتلمي ولادك كده على الغدا وياكلوا عادي يعني. انت بتطربقي الدنيا على دماغهم، بتقطعي اللي بينك وبينهم. يا حاجة الأم لما بتلاقي الضرر جاي على ولادها أي حد يضرهم بتاكلوا بسنانها. بس القاضي هيحلفني بالله، هيقول لي قولي والله العظيم اقول الحق، انطقها ازاي وانا عارفه اني هكذب؟ غمضي عينيكي وانت بتحلفي. ايوه غمضي عينيكي وانت بتحلفي، احلفي على حاجه تانية في سرك. الناس كلها بتعمل كده يا حاج. وقابل ربنا ازاي لما اعمل الكلام ده؟ دي شهاده نزول من الكبائر، هعملها ازاي؟ حد فيكو هيشفع ليوم القيامة؟ الكفارة يا حاج. أيوة الكفارة. كل واحد فينا مؤاخذة يطلع 100,000 جنيه، يطلع 500,000. بقول لكم إيه؟ أول ما تقفشوا الفلوس لمؤاخذة كل واحد يطلع 1,000,000 جنيه كفارة عن حلفان أمكم. وهي فرصة، فرصة لمؤاخذة نطعم الغلابة. يقولون عليك الغلابة يا حاج. أنا موافق، أنا هطلع 1,000,000 يا ماما. وأنا كمان يا ماما هطلع 1,000,000 جنيه. يا خبر أسود اللي بيجرى ده؟ انتوا عايزيني ارشي ربنا؟ ادفع رشوه للي خلقني؟ استغفر الله العظيم يا رب. اقول ايه؟ لو مش ضامنه نفسي كنت قلت ان انتوا ولاد حرام. استغفر الله العظيم. اغص عليكوا اغص. اغص. اغص عليكوا اغص. اعملي اللي انت عايزاه يا ماما. وانتوا بقى اسمعوا. ماما هتروح المحكمة تشهد باللي هيمليه عليها ضميرها، وهتقول المظبوط، ولو الفلوس دي قالت عليها فلوس حرام هتبقى فلوس حرام. انتوا ايه؟
ما عندكوش قلب وما عندكوش عينين؟ قلبكوا بقى اعمى؟ انتوا بقيتوا عاملين زي الحرامي اللي بيروح يسرق وبيقول يا رب استرها عليا. وانت بقى يا خالد اوعى تفتكر ان انا هسيبك تهين امي. انا ماليش غيرها في الدنيا. امي دي انا عشت معاها اكتر ما عشت معاك، ومش هخليك تدوس عليها ولا تدوس على ضميرها بالعافيه ابدا. انت سامع ولا لا؟ انتوا سامعين كلكم ولا لا؟ وانت ايه؟ على وضع سايلنت كده على طول؟ بلاش انا اتكلم ولا ايه؟ ما تسكت انت كمان يا عمر، يا ناقصك. طب وبعدين؟ وبعدين؟ ولا حاجة، ما انت شايفة. مفيش فايدة يا جماعة. هي عايزة كده. استغفر الله العظيم من كل ذنب. مفيش فايدة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا رب. يلا مكتوب علينا الفقر.